مش محتاجة اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلاتنا اللي كلها على قد الايد ان شاء الله، حتى لو كانت برجر. النهارده هنعمل برجر بالروزماري، ماشي؟ يعني ان شاء الله كلها حلقه كده اكلاتها خفيفه، بحمسكم رمضان. يعني يعتبر كده مش هعمل حاجات تقايل لغايه رمضان كده، ان شاء الله كلها حاجات بسيطه عشان في رمضان بقى لما نفتري محدش يتكلم. ان شاء الله على خير. فاحنا النهارده هنعمل برجر بالروزماري، عباره عن لحمه مفرومه. قولي مثلا لو خدتي نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليه بصلايه وسط كده مبشوره ناعم، نص كوبايه بقسماط ناعم، معلقتين كبار روزماري، اتنين بيضه، واتنين معلقه كاتشب. يعني كده هنعملها عجينه من الاخر. هنيجي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب حاجه كبيره شويه. لا في عندي اكبر، فايه ربنا موسعها، احنا كمان نوسعها نفسنا كده ونشتغل بالسهل. اوكي، هنجيب كده ناخد اللحمه المفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم. دي عندي كيلو لحمه، انت لو عايزه تعملي بقى نص كيلو بتنصصي الموضوع، خلاص؟ دي كيلو لحمه عليه بصلايه مبشوره. طيب انا كده بقى هطلع في فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، كنا احنا واقفين عند ايه؟ لا مفيش حاجه، لحمه مفرومه حطيناها والبصله صفيتها وضفتها للحمه المفرومه كده، خلاص؟ ادي البصل المبشوره صفيناها من الميه وحطيناها على اللحمه المفرومه. هناخد، حلو قوي لو عندك روزماري اخضر يا ريت، يبقى حلو جدا. ما عندكيش بقى يبقى احنا هنمشي حالنا باللي عندنا، وهنحط على نص كيلو معلقه كبيره من الروزماري، تمام؟ واحط معلقتين كاتشب عشان يديها طعم جديد كده حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. نص كوباية بقسماط ناعم، نص كوباية، ده على النص كيلو، لو على الكيلو يبقى كوباية زي ما انا حاطة كده، خلاص؟ بيضة على النص كيلو، واتنين بيضة على الكيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط بقى توابلنا العادية جدا اللي هي ملح فلفل، عايز تحطي قرفة جنزبيل، كل انت البهارات اللي بتحبيها حطيها. هو الأساس ان احنا نحط ايه؟ معلقة كده على الايه، على الكيلو معلقة، ومعلقة ملح، معلقة صغيرة طبعا. ونعجن ده كله مع بعضه. هشوف كده حبة قرفة وجنزبيل علشان ايه؟ شوية جنزبيل وشوية قرفة معانا. منا، الو الو، ازيك يا منا؟ ازيك يا طنط؟ الحمد لله قوي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا مش مصدقه وانا بكلمك. ربنا يخليكي، انت اخبارك ايه يا منا؟ الحمد لله، انا بحبك قوي يا طنط. ميرسي يا حبيبتي، شكرا ليكي. انت سنه كام يا منا؟ انا داخله اولى اعدادي، عندي 11 سنه. ما شاء الله، لا كبيره يا منى. الساعه دي ماما؟ ده شاطره في الاكل جدا.
عليا ملوخيه تاكلي صوابع كرامه. يا شيخه شاطره. برافو عليك يا منى. يعني كمان بتطبخي ملوخيه؟ تطبخي ايه تاني يا منى؟ بطبخ شربة خضار وفراخ كل حاجه. شاطره، برافو عليكي، انت شطوره. هبقى اكلمك بقى تاني وابقى عارفه ازاي. خلاص ماشي يا منى، شكرا ليكي وتحياتي لماما. معانا ندى. الو. الو، ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا ندى؟ قولي. عجينة البيتزا. البيتزا؟ انت في سنة كام يا ندى؟ في اولى اعدادي. انت كمان في اولى اعدادي؟ بتطبخي ولا لسه يا ندى؟ بساعد ماما. شاطرة، هتعملي انت البيتزا دي لو انا قلتها لك هتعمليها انت؟ طيب شاطرة، برافو عليك، سهلة جدا ان شاء الله، هقولها لك وتجربيها. كده خلاص، هقول تاني مكونات البرجر دوت. انا حطيت هنا كيلو اللحمة، عليه كوباية بقسماط، واتنين بيضة، معلقتين كبار روزماري لو اخضر يبقى حلو جدا جدا، ومعلقتين كبار كاتشب، وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل. اجيب صينية واحط لها، انا مش عايزة زيت زيتون، لا زيت عادي. انا جايبة صينية الامونيا او صينية يكون ما بتلسعش الاكل عشان ما تحرقش منك، او لو عايز تعمليها طاسة ممكن جدا. يعني هجيب كيس كده زي ما احنا متعودين بقى نعمل البرجر عشان يبقى شكله حلو كده، زي ايه؟ زي اللي بنجيبه من بره. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نعمل البرجر ده ونشيل منه رمضان، يعني زي ما عملنا كده فرخه امبارح وشلنا مثلا فرخه او اتنين بنفس التتبيله في الفريزر. البرجر اللي احنا عملناه ده انا مثلا النهارده هستخدم قد نص كيلو، اجيب كيلو لحمه او كيلو ونص واعمل كميه كلها بنفس الخلطه اللي انا عملتها دي كده، وطبعا اضاعف الخلطه كويس جدا، واروح عامله ايه؟ اعمل كذا برجر، يعني كذا واحده كده، واروح حطاهم في طبق وبينهم بلاستيك زي دوت، اكياس بس افتحها كده، واحط البرجر هنا كده واقفل عليه، وفي طبق فويل وفي الفريزر، اعمل بقى كذا طبق، يسهل عليك جدا في رمضان برضو ان شاء الله. اما تعوزي حاجه تروحي مطلعه طبق مع طبق مكرونه، خلاص عملت فطار وطبق سلطه خضراء بقى وجنبيه شوربه، هيصت الدنيا. فالنهارده انت هتجيبي بقى اللحمه المفرومه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهتروحي ايه؟ بصي نعملها كوره كده. هتروحي عامله منها كميه ونشيل منها في الفريزر، اليومين دول بقى كده هتلاقي ما شاء الله عندك اكل يقضيكي بعد العيد. دايما يبقى عندنا اكلات احتياطي كده، هيجي بقى عليكي بقى لبس العيد وكحك العيد والكلام ده، ما تبقيش فاضيه تعملي اكل، فده بقى عندك وقت الزنقه بقى. واحنا ان شاء الله هعمل لكم برده بروجرام حلو جدا ان شاء الله على خير في رمضان باذن واحد احد يعني. بصوا كده اكوره كده قد الحاجه اللي انا عايزاها، احاول اكور الكميه كلها، عايزاها اكبر من كده طبعا كبري زي ما انت عايزه او صغري زي ما انت عايزه. برده البرجر دوت يعني ينفع في العزايم حلو جدا، يبقى شكله حلو قوي لو انت عملتي برجر كده، وبرده في عزومه عايزه تطلعي طبق جانبي هتروحي مطلعه البرجر طبقين مثلا ولا طبق، وعملتي سيرفيس منه كبير كده وتحتيه بقدونس حلو جدا. ماشي، بصوا بعمله كده اهو، واروح جايبه، اروح جايبه ايه، انزل بقى كده واروح ايه مظبطاها ما بين كيسين، ما بين كيسين بالشكل ده اهي كده، اروح حطها كده في الصينيه. ماشي، وممكن تعمل حاجه تانية يعني، بصي كده خلي ده هنا عشان اطلعها مدوره قوي، بصوا كده عشان تطلع مدورة، يعني كده دي مش مدورة قوي، أنا عايزة أدورها شوية كده كده. يبقى أنا كده إيه عملت البرجراية أهي كده، أبدأ بقى إن أنا اللي في الصينية هحطه، واللي هبدأ بعد بقى ما أحطه في الفرن والكلام ده كله أروح بادئة أعمل في الباقي وأحطه في طبق فويل وفي الفريزر. هتسهل عليكي مصاريف وهتسهل عليكي وقت وكل حاجه.
بس كده تمام. طيب انا كده بقى هطلع في فاصل صغير وهكمل دول في الفاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وهنعمل مع بعض دلوقتي بيتي فور. بيتي فور نعمله نص ابيض ونصه بكاكاو شوكولاته يعني. بيتي فور ده مقاديره ايه بقى؟ عشان كتير جدا بيسالوني عليه فقلت لا هعمله تاني، كتير بيسالوا عليه والطريقه هو اصلا سهل جدا جدا. بصوا مقاديره معانا هنا، انا عملت مقدار 3 كوبايات من الدقيق، يعني حوالي نص كيلو. حلو جدا. 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه الا ربع من السكر البودره، كوبايه سمنه روابي، 2 بيضه، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره كاكاو، فانيليا، ميه ورد، للزينه مربى وجوز هند. بص بقى السهل جدا يعني ما شاء الله اللي في الموضوع. نجيب كوبايه سمنه، كوبايه سمنه روابي، بسم الله الرحمن الرحيم، كده كوبايه سمنه ماشي هضربها. بص بقى هنا الضرب اللي هنا اللي احنا المفروض بنمشي خطوه خطوه في البيتي فور هو اللي بيديك النتيجه الكويسه، ان انا بضرب السمنه لوحدها الاول كده اوكي. اشيل كل الخرز اللي فيها اخليها ناعمه. وبعدين انزل عليها 3 ارباع كوبايه سكر بودره، يعني كوبايه سكر بودره مش كامله. معانا ملك. الو الو، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه، انا بحب حضرتك قوي والله. ربنا يخليكي. عامله ايه يا ملك؟ انا الحمد لله بخير. الحمد لله. سنه كام يا ملك؟ 5. انت تقولي قول اعدادي ولا حاجه. ماشي، مستعدي ماما يا ملك؟ اه بساعدها. شاطره، برافو عليكي. ليكي سؤال يا ملك؟ اه حضرتك كنت عامله قرص قبل كده، كانت حلوه قوي، كانت طريه كده. قرص بايه؟ لا هي تقريبا هي كانت ساده. قرص ساده خالص؟ اه. حاضر، هقولك على طريقه قرص ساده ان شاء الله. حاضر، شكرا لك يا ملك. حطيت دلوقتي 2 بيضه مع الفانيليا، 3 كوبايات دقيق، معاهم معلقه بيكنج باودر صغيره، ومعاهم رشة الملح. علشان يظهر طعم البيتي فور وقلبها. ممكن نحط ايه كمان؟ حبة الفانيليا. اقلب هنا 3 كوبايات الدقيق مع معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه الملح. تمام كده هيبقى هنا. بصوا بقت ناعمه جدا ازاي، انا عايزه اوريها لك. بص ناعمه ناعمه خالص، شايفاها معايا ولا ايه؟ لازم اجيب لكم حله ازاز لازم. اهي بصوا ناعمه خالص كده. تمام. هنيجي بقى هنا نشغلها بالراحة، وهنزل الدقيق اللي عليه البيكنج باودر ورشة الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا إسراء. ألو، ازيك يا إسراء؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا إسراء؟ أه، عايزة أعرف طريقة الفرخة المشوية. الفرخة المشوية، شفتي اللي عملناها إمبارح؟ إيه؟ شفتي اللي احنا عملناها امبارح او اتشحنت امبارح؟ اه شفتها. ايه رايك فيها؟ اه حلوه. حاولي تجربيها هتلاقيها جديده جدا. ماشي. شكرا ليكي. ادي كده انا مشغله البراحه خالص وبنزل معلقه معلقه. معانا فوزيه.
ايوه اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. زي حضرتك؟ الله يسلمك. وسام انت طيبه. وانت طيبه ربنا يخليكي. عامله ايه؟ حاجه فوزيه من بورسعيد، اول مره اكلمك. يا اهلا وسهلا بيكي. يا اهلا وسهلا. بقولك ايه يا نجلاء، انا عندي فلفل حار احمر وعايزه اعمله هريسه. هريسه؟ هريسه شطه. اه هريسه شطه. انا عندي هو عايز اعمله هريسه، انا بحطه في الثلاجه وابقى استعمله يعني بدل ما يخسر مني. ماشي. هو حضرتك بتفرميه في الخلاط مع توم وشويه ملح وفلفل وشويه زيت. زيت بس؟ اه توم يعني وملح وفلفل وزيت. يعني ما احمروش بالزيت ولا حاجه؟ لا بلاش، هيحروا لك عينيكي قوي. يعني اهرسه في الخلاط في الكبه وملح وزيت. ايوه وتوم. وتوم. تمام. شفتين قوي يا مدام نجلاء. شكرا ليك وتحياتي اهل بورسعيد كلهم. اهي بصوا بقى كده بقت بالشكل ده. بصوا بقى هاخد جزء منها كده، هاخد جزء من العجينه واخلي النص التاني في العجان. خلاص هروح مدياله بقى ايه ده اكتر من نص. معلقه كاكاو كبيره ومعلقه ميه ورد، وارجع اضرب تاني. خدت معلقه بالظبط مش كتير عشان ما تلاقيش عجنت. وادي كده ده البتشفور، ممكن نقسمه اتنين كده. طبعا ناعم جدا. ماشي. اقلبه تقليبه بس كده كويسه كمان. شفتوا سهل ازاي؟ يعني ده البوتيفور صعب ويطلع معانا ناشف. بصوا بتبقى عيب حاجات صغيره جدا، واكتر حاجه تبقى الفرن. اكتر حاجه لو الفرن هاديه قوي عليه، يعني ده انا بعمله على 160 درجه او 170 درجه بس. ولو هي اهدى من كده، لو مثلا عملتيها هاديه خالص بتلاقيها نشفت معاكي جدا. وما تكونش حاميه قوي عشان ما تلسعهاش، لازم تستوي. عشان هي لو اتلسعت ومن جوه نيه بتلاقيها نشفت معاكي برضو قوي. معانا داليا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا مدام نجلاء؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ بعد اذنك عايز بعد اذنك انا متابعه حلقاتك كلها اللي في التلفزيون. يا اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. بعد اذنك عايزين الكعك. الكحك؟ الكحك اللي زي بتاع العيد يعني؟ ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر عينينا. انا هعمل لكم بوتيفور اهو. بصوا كده بقى انا بعمل ايه، شرايط كده. طبعا هي ناعمه جدا، انا بالراحه عليها خالص. بصوا كده انا مثلا هعمل ايه شكلين. هاجي مثلا هنا هاخد صف من ده جنب صف ابيض. في بقى طبعا مكان البوتيفور لو عندك هيسهل لك كتير جدا. حطه كده جنب بعضه وبططه كده. ماشي. ونعمله باي اشكال عندنا. ده انا بديك الطريقه البدائيه جدا جدا، انما انت لو عندك مكنه هتروحي برده حاطه صفين كده جنب بعض ومدخلاهم جوه المكنه اللي هي مكنه بتشوفور اللي بتدوسي عليها تنزل اشكال من تحت دي. هي كده بالظبط تعملي برده عمودين مع بعض كده وهتروحي حطاهم في المكنه، تيجي تنزلي فينزل لك ايه شكلين. انا ما عنديش المكنه فبتصرف كده بايديا اهو كده. شكل تاني. معانا مين؟ فاطمه. الو. اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. ليك اي سؤال؟ يعني لو سمحتي انا عندي سمكه تونه. فعايزه اعرف يعني هي بتتعمل تونه بس ولا ممكن تتعمل منها مقلي؟ فعايزه حضرتك تقولي لي يعني اعملها. لا طبعا ممكن تقلي منها لو انت عندك، هتعمليها شرايط رفيعه شويه بس مش تخينه. هي تبقى رفيعه كده ممكن تقليها لو عملتيها قطعتيها كده وعملتيها رفيع. اوكي. لو ما ينفعش اقطع منها رفيع بقت جزل كبيره لازم تتحط في الفرن. عشان القلي مش هيسعفك.
طب سواها ازاي يا مدام نجلاء؟ ما هو يا اما تعمليها صينيه في الفرن، اه يا اما هتعمليها تقليها عادي جدا، تتبليها بملح وفلفل وكمون، ملح وكمون وعصير ليمون وتوم بس، وتتقلي عادي زي السمك العادي عادي جدا، بس ما تكونش شرايح كبيره، اه جزل كده، جزل اه رفيعه شويه، لو هي جزل تخينه هتحطيها في الفرن، تعملي صينيه زي الصينيه اللي بنعملها عادي جدا ببصل برضو، قطعي لها بصل وطماطم وتبعكيهم ببعض وتعملها فرشه تحتيها وفوقيها ومعاها شرايح ليمون تدخليها الفرن. طب امال قالوا لي ان لازم اسويها على بخار ميه، ليه؟ عشان اعملها تونه. عشان تعمليها تونه؟ تونه اه لا، ما التونه دي انا ما عملتهاش قبل كده، انا بخاف بصراحه من الحاجات دي، انما تقليها او تعمليها صينيه اوكي. بخار ميه بقى وهتركنيها انت فتره ومده صلاحيتها تبقى مش مظبوطه معاكي، تخافي من كده بقى، لان طبعا علب التونه برضو بيحط لها مواد حافظه، فانت لو هتستعمليها وتاكليها على طول او مثلا بكره وبعده بالكتير ماشي. بصوا الشكل ده كده معانا رنا، يا رنا يا رنا كلمينا تاني. بصوا بقى كده، نشيل ده بالراحه كده. بصوا بقى شكلها ايه، بقت نصها ابيض ونصها بني ماشي بالشكل ده كده، طلعها كده يا اما زي ما انا عملتها كده حطيناهم فوق بعض كده كده. ممكن نعمل مثلا القلب ده كده، ده كده، حاضر ماشي كده، ونطلع بدي كده ونعمل قلب صغنن بقى نصه من تحت ابيض ومن فوق بني بالشكل ده، ونعمل بقى تشكلي زي ما انت عايزه وادخل اللون على بعض يبقى شكلهم حلو جدا بعد السوا كمان. انا بقى هقعد العب فاضل شويه على ما تجيب الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي طلعت بص البرجر اهو طلع والبيتي فور في الفرن، فكروني بيه عشان فاضل له دقيقتين بس ولا حاجه. وهنعمل مع بعض دلوقتي سمبوسك بحشوه اللحمه بالشبت. سمبوسك عجينه سمبوسك عادي جدا وهنعملها شكل القطايف، وعندنا الحشوه بتاعتها عباره عن لحمه معصجه وشبت، دي مميزه ليها جدا بقى. بص كل ما نحط على اللحمه اي حاجه بتغيرها جدا، يعني الروزماري اللي انا حطاه على البرجر مغير ريحته وطعمه تماما، اللحمه المفرومه اللي هضيف لها شبت برده هتغيرها جدا جدا، هتحولها لحاجه تانية حلوه خالص. فان شاء الله العجينه نعملها ازاي بقى؟ هنا عندنا كوبايتين من الدقيق، اتنين بيضه، معلقه خميره، رشه ملح وميه للعجن بس. الحشوه عباره عن لحمه مفرومه وعليها شبت، شبت متقطع صغنن خالص كده، واخلطه بيها ماشي. والعجينه بقى بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، معلقه خميره صغيره، ورشه الملح، اقلبهم مع بعض، كوبايتين الدقيق، معلقه خميره، رشه ملح. معانا مين؟ يوسف. الو، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا عايز اقول لك ان انا وكل العيله بتحب. ربنا يخليك، سلم لي عليهم كتير قوي. حاضر. شكرا. ليك اي سؤال يا يوسف؟ لا شكرا ليك. بصوا معلقه كبيره سمنه روابي، معلقه واحده على الكوبايتين ماشي، معلقه سمنه روابي على كوبايتين من الدقيق، وعليهم معلقه خميره، وعليهم رشه ملح، وعليهم الاثنين بيضه وميه للعجن. بسم الله. اتنين بيضة، واجيب مية للعجن، هعجنها واسيبها اعملها عجينة طرية واسيبها تخمر، وبعدين ابدأ بقى ايه
اوريكي هعمل فيها ايه. بص شويه شويه، انت حاطه 2 بيضه وحاطه معلقه سمن لكوبايتين برضو سوائل كتير، فهي لما اجي اضيف لها ميه بحذر بقى. بصي كده خلاص، اوريكي العجينه الخمرانه بالشكل ده. شويه دقيق، معانا زينب. الو الو، ازيك يا زينب؟ كويسه الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه كامل والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا زينب؟ ايه؟ ليكي سؤال؟ اه قولي يا حبيبتي. انا عايزه طريقه المايونيز وطريقه الشوربه. المايونيز حاضر، هننزله دلوقتي هو والكاتشب. حاضر. بصي ادي العجينه كده الخمرانه، ونشيل هنا العجينة التانية. عجينة طرية. ما خدتش ربع كوباية مية كده. نلمها كده ونسيبها بقى تخمر. هتبقى بصي الحجم ده كله. انا كده غطيها كده دلوقتي كده ماشي، هسيبها تخمر وابدا بقى اشكل الخمرانه. تقعد تخمر قد ايه؟ قد ساعه ونص ساعه. طبعا الجو دلوقتي حر شويه مش زي الاول يعني، فتخمر فيه سريع غير الشتاء بقى كنا ساعتين ثلاثه عشان نستناها تخمر. هنجيب بقى كده نشابة. بسم الله الرحمن الرحيم. بص البوتيفور طلع اهو، والتاني جوه في الايه في الفرن. ابص عليه برضو لان ايه، بص الكاتشب معانا اهو عشان اللي كانوا طالبين امبارح الكاتشب، فالكاتشب ميزها ننزلهم دلوقتي. ده الكاتشب يا ريت نصوره. فكرني بقى المرة دي، فاضل لها سنة صغيرة. دي أنقذناها. أبدأ بقى أفردها كده. ما بعد ما أخمرها ما أعجنهاش تاني. ما أجيش ألمها بعجنة كده وأقول أفردها تاني، هتلاقيها ضيقتك جدا. لا، زي ما هي كده حطيها وافرديها على طول. لكن لو جيت تلميها تاني وعجنتيها تاني. وبرده عايزة أقول لك حاجة. والمايونيز معانا اهو، شوفوا المايونيز معانا على الشاشه. بصوا وانا بفرد كده ما اجيش وانا بعمل كده واروح ايه قلبها على وشها وعامله الناحيه الثانيه كده، لا هي خليها ناحيه واحده بس. خلاص نفردها على ناحيه واحده كده، نفردها قوي. وازق كده وانا بفرد، ازق فيها كده. واجيب قطاعه بقى قد الحجم اللي انا عايزاه اعمل بيه السمبوسك، كبيره صغيره زي ما انت عايزه. معانا مين؟ مها. الو الو، اهلا وسهلا. اهلا، ازيك مدام نجلاء؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بس على سؤال، مش وقته بس عايزه اعرف يعني. اتفضلي. تخزين الملوخيه ازاي؟ تخزين الملوخيه. حاضر، سؤال جانا على الاس ام اس. احنا بنخزن الملوخيه ازاي؟ طبعا بنقرطفها ونخرطها ونحط معاها كوبايه من الميه. يعني انت عامله كيلو بياخد كوبايه ميه قد كده، يعني تخرطيها حلو جدا، وبعدين تحطي معاها كوبايه من الميه وتربيهم فيها، وتحطي كاس في الفريزر على قد الاكله بالظبط بس، ما فيهاش اي حاجه تانية. في يقولك حطي شوربه ممكن، بس الاحسن حطي ميه ولا معاها اي حاجه تاني. اهو بصوا كده معانا ايمان.
ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ايمان؟ ايه عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. لله وحشانه والله. ربنا يخليك يا حبيبتي ومشتاق. الحمد لله. انا سعيده ان انا كلمت حضرتك. انا اسعد. ربنا يخليكي. ربنا يخليك. ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. الله يخليكي. انا بقى كل ما اعمل صينيه الكيكه انا مش عارفه، بس هي مظبوطه المقادير بتاعتها مظبوطه، بس انا مش عارفه بتطلع يعني واحده قبه والناحيه الثانيه ايه جنب بنتها كده تلاقيه هابط، مش عارفه ليه. ده فرن بقى؟ لا ده فرن غاز. فرن اللي لا مش غاز، قصدي فرن بوتاجاز. ايوه ما هو تلاقيه مش مظبوط، تلاقي فيه شعل عاليه وشعل واطيه. زي ما تقولي عند فرن البوتاجاز ملهوش ارقام يعني ولا حاجه. لا مش مشكله، هو من نفسه من جوه مش مظبوط، يعني هو ليه شعل كده، فتلاقي الشعله دي اعلى من دي، فتطلع لك من ناحيه عاليه ومن ناحيه واطيه. فهو ده عيب في الفرن. خلاص فحاولي حد يظبطولك بقى قبل رمضان بقى ان شاء الله. كل سنه طيبين. ادي كده جبت قطعه كبيره كده، او عايزه اكبر ماشي كده، ونحشيها بقى بالايه، باللحمه المعصجه اللي اتفقنا بقى احنا هنعصج لحمه ونحطها في الفريزر. ماشي ايوه. انقذتوني الحمد لله. واحده واحده بقى، انا فاتت كنت هتحرقهولي. معانا امال، اهلا وسهلا يا امال. اهلا وسهلا. لو سمحتي يا مدام نجلاء، انا بحبك قوي. ربنا يخليك. ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. عايزه طريقه الكريب، وعايزه البتاع البوتي فور تنزليه تاني، اصلا لسه فاتحه دلوقتي. هقوله تاني. حاضر ماشي. عايزه الكريب؟ عايزاه ضروري بس. عجنته ولا عايز تحشيه بحاجه؟ الاولاد عايز تحشيه بحاجه ولا عايز تعملي كريب ساده؟ عايزه العجينه، وعايزه العجينه، وقولي لي هحشي بايه. بصي العجينه كوبايه دقيق، كوبايه لبن، بيضه. ده العادي، كوبايه دقيق، كوبايه لبن، بيضه، وتسويه وتحشيه اي حاجه ان شاء الله ياكلوه، بجبنه وعسل زي ما انت عايزه، تحشيه لحمه مفرومه اوكي زي اي حاجه، بس دي الاساس بتاعها. بص بقى كده، هنجيب كده ناخد ظهرها كده، نجيب معلقه صغيره وشوكه، جهز كل العده بتاعتنا. ادي كده لحمه معصجه شبك كتير، كده زيها بقى في القطايف، هقفلها كده. واجي على حرفها بقى عشان ايه ما تفكش مني، اروح عاملاها بالشوكه كده. ماشي دي بقى انا هدهنها اي حاجه من وشها، حتى لو ميه، شويه لبن، بيضه، وادخلها الفرن، مش هقليها، مع انها ممكن تتقلي عادي جدا. معانا زينب. انا عايزه طريقه عمل لسان عصير البطاطس. طريقه الايه؟ عمل لسان عصير البطاطس. حاضر. لسان عصير البطاطس. بص كده. معانا نور. الو. ايوه ازيك يا نور؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. ولد؟ انت ولد. ازيك يا نور؟ ماشي اوكي. عامل ايه يا نور؟ مشي مشي نور؟ ماشي. تعالى يا نور. بس كده الشوكة. ماشي كده. الطريقه دي كده كلها، واجيب لها صينيه دلوقتي وادخلها الفرن، منتهى البساطه وطعم جديد جدا ومفيهوش اي حاجه،
ولو زودتي الكميه شويه هنشيل شويه منهم في الفريزر زي ما هم كده عجين كده بالشكل ده. طلعي بقى يا تحطيه في الفرن يا تعملي ايه يا تقليه. سريع اهو على طول. كده اجيب بقى صينيه وارص عليها وادهنها باي حاجه. عايزه صينيه سنه زيت حتى. معانا محمد. الو الو، ازيك يا محمد؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ ليك سؤال يا محمد؟ كريب. ها ماشي، وايه تاني؟ ايه عايز حاجة تانية؟ لا شكرا. شكرا ليك يا محمد. كده اخر واحدة. عارفين بقى السمبوسك دي احلى من اللي بنقليها كمان، بتبقى اللي هي اللي بنجيبها ورقيات دي ونحشيها ونلفها، دي اخف منها كتير. كده ممكن بحط حبه الزيت دول ندهنهم من بره بس ولا اي حاجه تاني. ندخلها بقى الفرن ونبدا نزوق في البيتي فور. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه تحت وبعدين اطلعها فوق. انا ظبطها على 180 درجه بس كده. طيب انا هرص دول في طبق على ما تجولي من الفاصل نزوقهم مع بعض. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل واحنا بنزوق في البيتي فور بالشكل ده كده مربى. نطلع منها حبه ونحط جوز هند كده ماشي في السريع. كده ممكن بقى اللي احنا عاملينها لونين دي تبقى من ناحيه واحده، يعني مثلا ايه زي اني زي اني دي مثلا فيها شوكولاته وابيض، يبقى خلاص نعملها من فوق مربى كده. ما نعملهاش طبقتين بقى، دي سمكها كبير وروح حاطه لها ايه مربى كده من على الوش بس، مربى وجوز هند كده. كده تمام. ونصين برضو ممكن كده، يا اما عايزه تلزق الاثنين في بعض ماشي، عايزه واحده كده وعليها مربى وخلاص تبقى رفيعه شغال. هي طعمها لذيذ جدا، واحده بني واحده بيضه كده. نمشي عليهم مربى. تعملي بقى الشكل اللي انت عايزاه، وانا عامله سكر قليل يعني حاطه على الثلاث كوبايات من الدقيق نص كوبايه كوبايه ربع سكر بودره، فحلوه جدا. هقول مقادير البيتي فور تاني. احنا عملناه ازاي؟ عملنا ثلاث كوبايات من الدقيق، ثلاث كوبايات من الدقيق عليهم كوبايه من السمنه، معلقه صغيره بيكنج باودر، اتنين بيضه بس كده ماشي. ضربنا الاول كوبايه السمنه كويس جدا، نزلنا عليها كوبايه الا ربع سكر بودره واتضربت مع بعض برده حلو قوي بمضرب كهرباء بالعجان باي حاجه. نزلنا عليهم الاثنين بيضه والفانيليا واتضربوا كويس جدا. حطيت ثلاث كوبايات من الدقيق عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر رشه الملح، قلبتهم مع بعض وبعدين نزلتهم شويه شويه على خليط البيض بالسكر بالسمنه لغايه ما اختلطوا حلو جدا. طلعت نص الكميه، نص الكميه خليتها في الطبق زي ما هو، ضفت عليه معلقه كبيره من الكاكاو مع معلقه كبيره من ميه الورد وعجنتهم تاني وبقت بالشكل ده، وزنت المجموعه يعني. خلاص نعمل حاجه سريعه بقى، نعمل بطاطس بالدقه. بطاطس بالدقه عادي، بطاطس مسلوقه، ثوم، كزبره ناشفه،
كمون وفلفل حامي وخل. بصوا سهله جدا جدا مش اي حاجه خالص. نجيب بس بوله كده عشان نبقى ايه التقليب فيها سهل. ونجيب بطاطس المهروسه كده. دي بقى حاجه زي سلطه جنب البرجر حلوه جدا. انا عايزه بس اشوف الفرن كمان اخباره ايه. لسه اطلع اللي معمول. شوف الاحتياط واجب برضه. ادي بالشكل ده. اجيب بقى هنا اي طحانه حتى لو هتدقيهم في هون يعني عارفين فاكرين الدق اللي هون ده. طبعا احلى احلى حس. نجيب قرن فلفل كده حامي اخضر قرن احمر اخضر بس او احمر بس مفيش مشكله كله على بعضه كده بيزرب كله. شويه ثوم طبعا لو مفيش مفروم عادي جدا تحطي كام فص ثوم. كزبره ناشفه كمون ملح واضربهم كويس قوي كده. طبعا الخلطة دي برضو ممكن تعملي فيها ايه. الخلطة دي ممكن تعمليها كل الكمية كده حطيها في برطمان. تيجي تعملي بقى بتنجان مخلل تعملي بطاطس زي دي تعملي اي حاجة مخلية طماطم مخللة حتى تبقى عندك جاهزة. تعملي كده برطمان في التلاجة تاخدي منه وتروحي حاطه على البتنجان اللي انت مثلا محمراه بتنجان سلقاه حطاه على بطاطس مهروسة حطاه على فول حتى بتبقى تحفة جدا بقى في السحور ان شاء الله على خير. بس طبعا تعملي كميه كبيره بقى. خد الكميه دي كده حط عليها خل. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين من الخل. معانا ايمان. الو الو ازيك يا ايمان؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ بنتي بتحبك قوي. يا اهلا وسهلا بيكي. ربنا يخليها لك. قدهاني. الو الو ازيك؟ الحمد لله كويس. عامله ايه طيب؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انت في سنه كام؟ الحمد لله كويس. الله يخليك. ازيك اسمك ايه؟ روان. اسمك ايه؟ روان. روان؟ اه. سنة كام يا روان؟ تانية. تانية شاطرة. بتساعدي ماما؟ عايزة اعرف العجينة اللي انت عملتيها وطريقة البيتزا وعايزة اعرف طريقة البيبي فود. مين اللي هيعمله بقى؟ ماما. مين اللي هيعمل الكلام ده؟ وانت بتساعدي ماما ولا لا؟ بساعد. طيب برافو عليكي. حاضر هقول لك دلوقتي كله تاني. ادي كده البطاطس اللي بتدقه ريحتها حلوه جدا. حابه تزودي لها كمان معلقه عصير ليمون ممكن جدا. يبقى ادي كده عملنا البطاطس اللي بتدقه. يبقى احنا عملنا النهارده ايه؟ عملنا البرجر بالروزماري. عملناه ازاي؟ جبنا كيلو من اللحمه المفرومه حطينا معاها 2 بيضه كوبايه بقسماط ناعم معلقتين كبار من الكاتشب معلقتين كبار من الروزماري ماشي وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل كل التوابل بتاعتنا عادي و2 بيضه على الكيلو وعجناهم زي العجينه حلوه جدا وشكلناهم في كيس وبعدين رحنا عاملين ايه حاطينهم في الفرن. حابه تقليها ممكن تقليها جدا كمان يعني ممكن تحطيها في طاسه بس طبعا ساعة الطاسه هترفعيها شويه. خلاص معانا حبيبه. الو الو ازيك يا حبيبه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. كل سنه وانت حضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه. ليكي سؤال يا حبيبه؟ اه قولي. انا عايزه اعرف طريقه الصلصه عشان عيد ميلاد خالص واقدمها. كل سنه وهي طيبه.
وانت طيب. حاضر يا حبيبتي. بكره ان شاء الله انزل لكم طريقه التورته، طبعا هي عايزه شرح كبير، فانا هقول لك حاضر طريقتها، بس النهارده هقول لكم ايه اللي انا عملناه النهارده. احنا عملنا مع بعض ايه كمان؟ عملنا مع بعض البيتي فور، هقول البيتي فور تاني. البيتي فور عباره عن، هقول الطريقه المقادير مع الشرح. جبت كوبايه من السمنه ضربتها حلو جدا، كوبايه من السمن ضربتها بمضرب الكهرباء بالعجان باي حاجه حلو جدا، حطيت عليها 3 ارباع كوبايه سكر بودره ضربتها كويس جدا مع بعض، ضفت لهم 2 بيضه وفانيليا ضربتهم لغايه ما نعموا جدا، جبت 3 كوبايات من الدقيق حطيت لهم معلقه من بيكنج باودر ورشه الملح قلبتهم مع بعض، ضفتهم معلقه معلقه والعجان شغال او المضرب شغال بالراحه واحده واحده كده لغايه ما خلصنا كل كميه الدقيق، خدنا نص مقدار العجينه وسدنا المقدار التاني مكانه وحطيت فيه معلقه كبيره من الكاكاو ومعلقه كبيره من ميه الورد، قلبتهم مع بعض حلو جدا. جيت بقى خدت العجينه البيضة عملتها صوابع ومسكت فيها بالبني وشبكتهم في بعض وعملت بيهم اشكال بالقطاعه، عندك مكنه البيتي فور شغاله، وبعد كده زوقتهم بمربى وجوز هند. عملنا مع بعض كمان السمبوسك اللي باللحمه المفرومه. عملت ازاي السمبوسك؟ بس تاني السمبوسك عملته ازاي؟ جبت العجينه، جبت عجينه وجبت لحمه معصجه ومعاها شبت، الميزه اللي عندنا هنا الشبت مع اللحمه المعصجه. العجينه بتاعتنا عباره عن كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، بيضه، معلقه من السمن، 2 بيضه، مش بيضه واحده، 2 بيضه ومعلقه من السمن وشويه معلقه خميره، وعجنتهم حلو جدا بميه، وبعدين سبتها تخمر وفردتها وقطعتها بالقطاعه ورحت حاطه فيها اللحمه المفرومه اللي بالشوت وقفلتها بالشوكه بالمنظر ده، ودهنتها بالزيت ودخلتها الفرن. بس كده، ادي كده وعملنا البطاطس اللي بالدقه اللي حطينا لها ثوم وكمون وكزبره وملح. ويا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، اشوفكم على خير حلقه جايه ان شاء الله، استنوني هنعمل مع بعض اكل احلى واحلى. الى اللقاء.